اجواء الثلج تاخذ العقل. طف لك يا جابي. هلا هلا هني كام اظهر هني كام يا من تملك فؤادي واحراتني من رغادي جيتك شوقي لك. الاجواء فانتستك قسما بالله يا مسلم من الاجواء فوق الخيال. طول الغيبات جاب الغنايم وسامحونا واعذرونا عطول الغياب. احنا اليوم بوادي موسى بحلقة ثلجية تاخذ العقل، خليكم معنا. اليوم ودي اعرفكم عن شامة من شباب وادي موسى جروب يقولوا له بترا رايدرز. نشامة طيبين كريمين الأخلاق، والله والله رفقتهم تسوى الدنيا وما بيها. صلاح طمني عنك، أمورك تمام؟ الأمور سالكة تحت؟ الأمور تمام والطريق سالك، خلي الشباب يطيحوا علي. يلا يلا يا شباب اتحركوا، الأمور تمام تحت، بس عم أهلكم خلي مسافة بين السيارات. رفقتنا رفقت إخوان ورفقة دلال الفنجان، رفقة دلال الفنجان، نشرب من طول عمالكم يا شباب عم أهلكم وما نشكي حر النيران، ما نشكي حر 2022 2000 والحين طبعا زي ما احنا شايفين الشباب النشامة بترا رايدرز عندهم حالة انقاذ لسيارة معلقة بسط مكان كله جليد بصراحة. يعني شايف احنا هنا قاعدين نزحلق، خليكم معنا خلينا نشوف كيف عملية السحب. ما فيها هوك، فاحنا نربط الحبل في منطقة بسموها الريش، هاي لما احنا ما يكون عندنا مكان مهيئ للربط بنلاقي مكان اخر موجود في السيارة. اوكي شباب هسه طالعين مسار واحد وكل واحد يلتزم بالسيارة اللي قدامه، يترك مسافة الأمان ضروري، وإذا حدا بالمؤخرة اضطر يوقف لمساعدة أو شاف سيارة إشي يوقف مع واحد ثاني، والباقيين يضلهم كاملين وراي. اوكي اليوم احنا موجودين مع نشامة وادي موسى بمنطقة الهيشة، زي ما احنا شايفين اجواء الثلج تاخذ العقل. هلا هلا هني كام اظهر هني كام يا وطن أين مالي غير يا وطن.
انت محبوبي على طول الزمان، ما في عندي غير كلمة عشقك، كل شي فيا يقول. احنا فريق من 2013 تكون من عدة شباب اصحاب واصدقاء احنا نسولف عن فريق بترا رايدرز. بترا رايدرز نعم، وطشات واستكشاف للمنطقة وطلعات مع جروبات برضو سياحية يعني خلينا نقول ترويج سياحي. ترويج سياحي نعم. آه. وفي نفس الوقت كمان كنا اللي بحاجة لمساعدة نلاقيها جنب الطريق، بحاجة لمساعدة نساعده، فطلعت فكرة إنه المتطوعين ليش لا بترا رايدرز، إنه برضو للمساعدات واللي بحاجة لمساعدة ليش لا. ما معاكم خبر زين يا رسول السلامة، لا تخيب ظنوني، أسألك عن البحرين وين أهل المنامة، عادهم يذكروني وقل لهم يا مسافر إني بالليل ساهر، قل لهم يا مسافر إني بالليل ساهر الأجواء فانتاستيك بتجنن ما شاء الله. سولفنا عن همة الشباب. أبشرك الهمة والمعنوية تجي من الجو، وما شاء الله ثلوج الخير أثلجت صدورنا قسما بالله، يعني شوف بياض هالجبال وبياض هالثلج قسما بالله أعطانا معنوية نطلع ونستانس ونمشي وننبسط ونبسط اللي حوالينا، وبرفقتك أنت وهالشباب الغانمة قسما بالله يا مسلم من الأجواء فوق الخيال، ويلا حيك ويا مرحبا بك. أيوة. انت كل اللي يصر على بالك يلا حي بسم الله اني بين اهلي وربعي. انت غالي يعني انا بالمره ماني حاس حالي اني للحظه ماني منكم. والله ونعم فيك. نسولف بس عن اعضاء الفريق هيك المميز بيهم يعني بشكل عام المميز. ابشرك احنا الفريق الشباب كلها مميزه، كل واحد بالفريق بصراحه له لمسه معينه، يعني من القائد الفريق، من اللي دائما بيطلع بالاول الاستكشاف، من اللي بيكون بيحضر العزبه، من اللي بيكون دائما هو بنسميه احنا زي طليعه يعني بيطلع بيكشف لنا الاماكن، من اللي بيكون مختص بالميكانيك، من الشباب اللي بيكون مختص بامور السيارات الحبال السحب، يعني كل سياره من سياراتنا كل واحد فيها مختص بشيء معين، والسيارات مزودة مهيئة مجهزة لكل شيء. الله يا رب يعطيك ألف عافية. الله يبيض وجهك. خذ وعدي أنا وعد الحر عندي دين، طيبي معي مدام العمر عمرين، لا وين ما رحتي أنت لا وين وكابوسك على لك موالي يسهر صنف الليالي على حالي ما عنده حالي والحالي صارت ما إلها حالي وليش تخون يا وطن أنا ممالي غيرك يا وطن أنت محبوبي على طول الزمان يا وطن أنا ممالي. إحنا سيارتنا أمريكي دفع رباعي مهيئة لكل شيء طبعا، مواتير قوية، سيارات ما شاء الله عليها طبعا، احنا السيارات ما بتجي هيك، احنا منهيئها من ناحية كوشوك، من ناحية رفعات، من ناحية حبال طبعا حبال وانشات سحب، لحتى ندخل في اي موقع في تربة في رمل في وعر في الثلج في الزحاليق طبعا مهيئة لكل شيء. طبعا انتهت شمت هوانا بوادي موسى والأجواء المرتبة مع هالرفقة الطيبة، ونقول مثل ما التقينا على الحب على الود نلتقي.
بأمان الله. يلا روح. خلص من حبكم يا زين عزلنا، ما عاد لي في هواكم شيء أو هذا، واللي شبكنا معك يا حلوة خلصنا، يكفيني اللي حصل بس أحمل زيادة. الله يشرع على جوادك.